شكرا سي النائب المحترم على هذا السؤال. كيف تتعرفوا المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب تتنص خاصة الظاهر الشريف الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره، وأيضا النصوص الصادرة بتطبيقه على إلزامية الحصول على تراخيص مرتبطة بممارسات نشاط النقل العمومي للأشخاص. وبما أن هذه النصوص القانونية والتنظيمية للنقل العمومي للأشخاص ببلادنا تتحدث على ضرورة الحصول على ترخيص خاص لكل مركبة وترخيص لكل من يمارس خدمة الوساطة في نقل الأشخاص وكذا ترخيص للسائقين، فإن تقديم خدمات نقل الأشخاص من خلال اعتماد الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجارية بها العمل. في هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع المصالح المختصة التابعة للوزارات الداخلية من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وتتبقى الوزارة منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في قطاع تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها ويضمن سلامة وأمن المستخدمين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في قطاع النقل العمومي للأشخاص. وشكراً.